اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم جيتكم في حلقه جديده من وصفات سناء كناني باش نحضر معكم لازانيا بالخضرة اللي تقدروا تحضروها بطريقه سهله وبسيطه لكم ولوليداتكم. ودابا غادي نبداو مع المقادير وطريقه التحضير. عندنا غنبداو بلاصوص بيشاميل، كاين الزبده، نص اترو د الحليب، طحين، ملحه، لبزه والكوزه، كتبقى اختياريه اللي ما كيبغيهاش. اما بالنسبه للخضر اللي كنحتاجو في اللازاني، عندنا جوج خيزويات مويان مقطعين رقاق، بروكولي مقطع رقيق، شامبينيون طري اللي ما متوفرش عنده يدير المعلب، عندنا بصيله مقطعه رقيقه، جلبانه، قرعه خضراء مقطعه رقيقه، ومطيشه صغيره مقطعه صغيره رقيقه حتى هي. اما بالنسبه للوراق ديال لازاين ها هما، وكاين الفرماج محكوك. غادي نستعمل القياس اللي غنحتاجو. ونبداو دابا مع البيشاميل، نحيدوها من الاولى ونحطوها على جنب. كاين الناس اللي كيعرفوا يصاوبوا البيشاميل، ماشي كلشي ما كيعرفش، ولكن حنا كنديروها كاحتياط باش اللي ما عرفش ليها يشوفها في الفيديو. عندنا غنخليو الزبده تذوب، ودابا غادي نزيدو. لا واحد المكون من بعد باش ما تبقاش لنا مكوبه. ودابا غادي نحركها بحال هكا بالقراب دغيا دغيا كتسخن. غنحط الكوزه، انا كتعجبني الكوزه في البيشاميل، يجي لي الكوز ديالها خطير. دابا شويه الابزار، نديرو مليحه على حسب الذوق ديال كل واحد. وهاد البيشاميل دابا ديالنا مجدات، ملي كتوجد البيشاميل كنزيدو عليها هاد الصبانخ. ودابا غادي نبداو نشحروا الخضره ديالنا. غادي نديرو شويه ديال الزيت الزيتونيه، غنزيدو عليها باللي عندو الخضره اللي كطيب كتعطل شويه في التشحار، من الاحسن نخدمو بيدينا. حتى ما تبداش تحلالي كيعجبك نخدمو باليدين، اما داك المعلقه ما كتبردكش الغداي. ونخليو مطيشه هي الاخرى، شامبينيو عاد مطيشه. و
غنزيدو الزعتر. الزعتر كتكون الخضره هذه راه كتجي زوينه بزاف ورائعه، وحتى الوليدات اللي ما كياكلوش الخضره غياكلوها مع الزعتر. صافي غنبقاو نشفروا عاوتاني واحد 10 دقائق كلشي صافي وغنبقاو. دابا غادي نزيدو الشامبينيون من الفوق، وماكاش لمدة 10 ديال الدقائق وغتكون ان شاء الله طابت. ودابا ها الخضرة ديالنا وجدات، غادي نطفيو عليها، غادي نتحولو للبيشاميل. البيشاميل غنزيدو عليها لا كريم فريش باش كتجي بنينه، ها هي تقالت وخضرتها خفيفه تقالت. درت لها انا 200 مليلتر ديال لا كريم فريش اللي زدت عليها. ودابا غادي نتحولو نوجدو لاطاري كلشي واجد. دابا درنا البيشاميل هي الاولى في المول، عاد غادي نفزقو الوراق ديال لازانيا اللي عندنا، نفزقو بحال هكا ما كنفوقوهمش وما كنديرهمش في الماء سخون، كنديرهم غير في الماء بارد. وغنجيبو الخضرة مدة 20 دقيقة. غنشعل عليها على درجة الحرارة 180 من فوق ومن تحت، بالصحة والراحة. وهلا زانيا وجدات كتجي رائعه ومذاق هائل، كنتمنى تجربوها. وإلى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك وابوني، وموعدنا في الحلقه الجايه مع وصفه جديده، وشكرا.